انت الحين وش بلاك قاعد تلف وتدور احولت عيوني وانت بس جالس كذا ما عندك احساس يا اخي وش ذا البرود اللي انت فيه ما انت حاس ومتضايق انه رجلنا حرمتنا بتتزوج علينا بس لا تنسى يا فهد انا مريت بنفس التجربه وصار عندي هالمعاناه بس صار عندي مناعه يوم انها تاخذك عقبي وبس هذا اللي عندك يا ابو الشباب افهم هذا ضرنا اللي تزوجته ممكن يمسحنا من حياتها مسح انا وش يعني ممسحه هو ولا مكنسه لا ممسحه ولا مكنسه هذا مساح في البلديه وقبلها كان شغال في كتابة العدل ونورة كل شغلها عقار يعني منها زوج ومنها بزنس يعني يمشي لها أمورها بالعربي الفصيح بيطيرنا برا تصدق ما فكرت فيها ومنين جبت كل هالمعلومات عن ضرنا الجديد أنا استقصيت عنه وجبت أخباره وعرفت كل علومه ظاهر ان ضرنا الجديد وحرمتنا وصاروا وش رايك نروح لغرفنا ونتوزع لا ها شو لنتوزع وجد ونسوي خلنا نقعد لهم هنا خلنا نواجه قدرنا ما شاء الله الله تفضل يا عريسي واعتبر البيت بيت الله ما يسلم شوف هذا ضرنا الجديد شايف الله لا يعيده لا وناظرها تسنها مستانسة إيه شايفها الله لا يعيدها السلام عليكم أنتم للحين ما نمتوا؟ عليكم السلام شلون ننام؟ هذا حنا قدامك واقفين ما. ولا يمكن نايمين وحنا واقفين وحنا ما درينا؟ هذا زوج الجديد أسامة أعرفكم عليه مرحبا لا تسلم عليه ضف نسيت أنت اللي تشتغل في البلدية؟ صحيح أنا مدير المساحين في إحدى البلديات الفرعية يا أخي أنت ما تخاف الله ما تخاف الله تأخذ حرمتنا مننا احترم نفسك أنا متزوجها مثلي مثلك أنت اللي احترم نفسك لا والله ألخك بوكس أخليك عبرة لمن لا يعتبر من أنت؟ أنت أساس ما تقدر أقول اقطع وقف بس أنت وياه تضاربهم قدامي ما نقلت معطم مشوش ما تستحون يلا قدامي اشوف اقول ايش رايك فيني مو بنا عقلهم يعني حتى عقل واحد حتى جاي يسلم علي وبغيت اسلم عليه بس عيف فهد هذا الضحيه الثالث هين أخسرك من ذا الزلابة إن ما وريتك فيه مش بتسوي مش بسوي بسوي السوات ولا ما أكون أنا وأنا ولد أبوي أخص أجيب لك حصان جيبها أبشر